السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي غنشوفوا فيه إذا تصحيح المباراة ديال لينسا ديال 2017. إذا نبداو مباشرة مع السؤال الأول، نذكر بعدا قبل ما نبدا السؤال عفوا بأن الكالكولاتريس والتليفون و تو تيب دو دوكيمون نون اوتوريزي، ستادير أن الكالكولاتريس ممنوعة، وبالتالي خصنا إذا يعني نضبطوا كاع التقنيات اللي ممكن غادي تعوضنا على الحاسبه، وهادشي اللي غيبان لنا بدايه من السؤال الاول. لاحظوا معايا السؤال الاول، كالكولي ولا احسب هذا العدد هذا جذر 9.8 اكسيتيرا. اذا الهدف من هذا السؤال باين هو قياس القدرات ديال الحساب الثاني عند التلميذ. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا الطريقه الاولى. اول حاجه كيبان لنا بان غاد اس ناقص 4 على 8، دونك عندنا جذر 9.8 دونك فوا 147 على 375 عفوا، أس ناقص 4 على 8 هي ناقص 1 على 2، وهذا العدد هذا ممكن نفيريفيو يعني بسرعة هو ما هو غيكون إلا الجذر ديال 375 مقسوم على الجذر ديال 147. علاش؟ لأن أس 1 على 2 هي الجذر مع ناقص بكل مقلوب. فوالا، والجذر قسمته على هاد الجوج هادو. اذا اش بقى لي دابا؟ خاصني نبدا نفكك، نحاول نفكك هاد الاعداد اللي داخل. جذر 9.8 هو عدد زوجي قبل القسمة على جوج، دونك غادي يكون الا قسمته على جوج غيكون جذر جوج مضروب جذر 4.9. فوالا، جذر 375 الا جمعنا هاد الاعداد 5 3 8 8 زائد 7 15، اذا قابل القسمة على 3. وبالتالي الا دونك الا قسمت على 3 غنلقى 125. لتحت كذلك 7 8 8 مع 4، دونك 7 8 8 مع 4 دونك 12. 12 قابل قسمة على 3، تا هو إلا قسمنا على 3 غادي يعطينا دونك 49. فوالا، دونك يساوي جذر جوج جذر 4.9. إلا بغينا نحولو جذر 49 غادي نديرو دونك جذر 49 مقسوم على جذر 10. فوالا، جذر 3 هنا، جذر 3 مع جذر 3 غادي تختزل. شحال غيبقى ليا؟ جذر 125. جذر 125 إلا قابل القسمة على 5، إلا قسمنا على 5 غنلقاو 25. فوالا، جذر 49 دونك خلي جذر 49 با دو بروبليم، دونك غادي نسامبليفي. هنا جذر 2 مع جذر 5 هي جذر 10، غتسامبليفي بتبقى لنا جذر 25 اللي هي 5. فوالا، إذا الجواب صحيح هو الجواب رقم بي. فوالا، ونمر للسؤال الموالي. السؤال الموالي أمبوز العدد جراند إكس كيساوي جذر من الرتبة 3، دونك كنعتقد بأنكم باقي عاقلين على جذر من الرتبة 3. العدد ناقص جذر من الرتبة 3، أون كالكولون إكس على بويسونس 3، يعني بحساب إكس أس 3، مونتخي كو إكس هو واحد من هاد الأعداد. إذا هنا عندنا جوج ديال الطرق. الطريقة السهلة المباشرة اللي غتختصر لنا الوقت، وهي الطريقة ديال الحساب، إذا الطريقة ديال التأطير. ألوغ واحد الحاجة اللي دونك كنعرفها بأن جذر 5، دونك جذر 5 هي تقريبا إذا غادي تكون هي 2. أنا ما عنديش آلة حاسبة، دونك جذر 5 هي 2. ألوغ إلا زدت جذر 5 زدت عليها 2 غتعطيني دونك 4.0. وبالتالي الجذر من الرتبة 3 ديال هاد جذر 5 زائد 2، أذكر أن الجذر من الرتبة 3 هي تقريبا غتكون 1. فوالا، 1 شي حاجة، لأن الجذر مربع ديال هاد العدد هو 2، دونك الجذر من الرتبة 3 يكون هو 1 تقريبا. فوالا، دونك بما أن دونك هاد العدد اللي حسبت أنا هو 1، دونك إكس غادي يكون صغر قطعة من 1 شي حاجة، لأن هاد العدد الثاني دونك هاد العدد الثاني موجب. واش فهمتوني؟ دونك هاد العدد الأول 1، نقصتي منه عدد موجب، دونك غيكون صغر من 1. وبالتالي دونك إكس غيكون صغر، دونك غادي يكون عندنا جوج الاحتمالات، سوا صفر سوا واحد. ألوغ هاد القيمة ديال جرونت إكس أس 3 ميمكنش تكون صفر. علاش؟ لأن إكس ميمكنش يكون يساوي صفر، إكس يخالف صفر. علاش؟ لأن جذر من الرتبة 3 راه باينة ديال جذر 5 زائد 2 كتخالف جذر من الرتبة 3 ديال جذر 5 ناقص 2. علاش هاد الشيء؟ لان جذر 5 زائد 2 كيخالف جذر 5 ناقص 2 تو سامبلومون، وبالتالي ميمكنش يساوي 0، وبالتالي الاجابه الصحيحه هي الاجابه رقم 1.
فوالا هذه طريقة بسيطة. دونك طريقة ديال المباشرة ديال التأطير. الو غادي نشوفو الطريقة الأخرى، واحد الطريقة ديال يعني طريقة رياضية، ولكن ما عرفتوش يمكن تقدر تبان لكم ولا لا. هي أول حاجة هي غادي ناخدو هاد جذر 5 زائد 2، غادي نحاول نكتبها على شكل منطبق عامة. دونك جذر 5 زائد 2 هي جذر 5، دونك جذر 5 دونك أس 3 فوالا، زائد 3 جذر 5 أو كاري، فوالا زائد 3 جذر 5 زائد 1. الوغ إلا حسبتو هادشي، دونك هنايا 3 الكل على 8، 3 في 5 15، 15 زائد 1 16، 16 على 8 هي 2، وهنايا بتبقى 5 جذر 5 مع 3 جذر 5 هي 8 جذر 5 على 8 هي فوالا. إذا نفس الشيء، وهذه هي ما هي إلا جذر 5 زائد 1 أس 3، و 8 كنعرفوها هي 2 أس 3، فوالا تو سامبلومون. وجذر 5 بنفس الشيء، جذر 5 ناقص 2 هي جذر 5 أس 3، دونك ناقص 3 جذر 5 أو كاري، فوالا زائد 3 جذر 5 ناقص 1 مقسوم على 8 هي جذر 5 ناقص 1 الكل أس 3 على 2 أس 3. الوغ إلا درنا جذر من الرتبة 3 ديال هاد العدد وجذر من الرتبة ديال هاد العدد، دونك جراند إكس غنسامبليفي، جراند إكس غيساوي لنا جذر 5 زائد 1 على 2 ناقص جذر 5 ناقص 1 على 2. لاحظوا معايا، أنا كنحسب دابا هي جراند إكس، دونك غادي تسامبليفي غادي تبقى لينا 2 على 2 هي 1، وبالتالي جراند إكس أس 3 هي 1، لأن إكس تساوي 1، وبالتالي الإجابة هي الإجابة رقم 1. وندوزو للسؤال الموالي. السؤال الموالي، احسب هذا العدد هذا 2 ارك تونجونت 1 على 3 زائد ارك تونجونت 1 على 7. اللي ما عرفش شنو هي الارك تونجونت، الارك تونجونت هي بكل بساطة هي الدالة العكسية ديال التونجونت. في كالكولاتريس عندكم فوق البوطون، دونك هنا البوطون ديال التونجونت، عندكم واحد لا فونكسيون سميتها تونجونت موانز 1، راه فايت لكم خدمتو بها، كتعطيكم يعني هي الدالة العكسية ديال هاد تونجونت موانز 1 هي الارك تونجونت. فوالا، فقط يبقى لنا نذكر بان دونك لارك تونجونت معرفه على دونك لارك تونجونت، يعني معرفه من المجال، دونك من ار نحو المجال موان بي سور دو بي سور دو، هادشي اللي خصكم تعرفوا. يعني اي قيمه ديال ار تتحول على لارك تونجونت الى هذا المجال هذا، ناقص بي على جوج بي على جوج، فوالا. وبالتالي شنو غادي نقولوا؟ نقولوا بان مهما يكون اكس في ار، فوالا الا درنا التونجونت ديال لارك تونجونت ديال اكس القى هو اكس تو سامبلومون. فوالا، اذا شنو غادي ندير دابا؟ هنايا غادي ناخذ هذا العدد هذا كامل وغادي ندير ليه التونجونت. هنا كيبقى لينا نذكر بواحد العلاقات، دونك هذا الشيء خص يكون مضبوط. تونجونت ديال ا بلس بي تو سامبلومون، تونجونت ديال ولا ديال نسميه اكس ايغريك، دونك اكس بلس ايغريك هي طنجونت اكس زائد طنجونت ايغريك على واحد ناقص طنجونت اكس طنجونت ايغريك. هادو راه العلاقة درتهم في الأولى سنة أولى بكالوريا ديال التحويلات، العلاقات المثلثية فوالا. و طنجونت ديال دوز اكس ممكن نطبق هاد العلاقة، دونك بحال اللي درنا اكس زائد اكس هي جوج طنجونت اكس مقسومة على واحد ناقص طنجونت او كاري اكس. فوالا، الوغ شنو غادي ندير هنايا؟ غادي نبوزي، دونك غادي ناخد ا هي ارك طنجونت واحد على 3، وغادي نبوزي بي هي ارك طنجونت واحد على 7. فوالا، دونك إذا درت طنجونت ديال هاد العدد هذا، شنو غادي يكون هاد العدد هذا؟ غادي يكون تو سامبلومون تو سامبلومون غادي يكون دونك طونجون هو طونجونت ديال جوج ا بلس بي، جوج فوا ا بلس بي، واضح؟ فوالا، إلا طبقت العلاقة الأولى تعطيني جوج طونجونت ديال جوج ا بلس طونجونت بي على واحد ناقص طونجونت جوج ا فوا طونجونت بي. فوالا، غادي نرجع لهنايا وغادي نحسب طونجونت جوج ا. طونجونت جوج ا هي جوج طونجونت ا سور واحد ناقص طونجونت كاري ا،
اه شنو هي الطونجونت؟ اه الطونجونت الا دخلت الطونجونت على لارك طونجونت واحد على ثلاثة هي واحد على ثلاثة، دونك هي جوج على ثلاثة، جوج على ثلاثة نعم، مقسومة على واحد ناقص هنايا طونجونت كاري هي واحد على تسعود. فوالا الى وحدت المقام دونك تبقى لنا جوج على ثلاثة، تسعود ناقص واحد هي تمنية على تسعود. فوالا تبقى لنا فقط بعض التبسيطات، دونك غادي نختزل هنايا تبقى لنا اربعة، واختزل هنا تبقى ثلاثة، دونك هي ثلاثة على أربعة. فوالا دونك شنو هي الطونجونت ديال 2a بلس b؟ شنو هي؟ هي ثلاثة على أربعة بلس طونجونت b هي واحد على سبعة، لأن إلا دخلت الطونجونت هنايا على هاد العدد هي بتمشي الطونجونت مع لاك طونجونت تبقى واحد على سبعة. فوالا على واحد ناقص ثلاثة على أربعة في واحد على سبعة تو سامبلومون. أنا واحد المقامات الفوق سبعة من 120، 21 ناقص 21 زيد 4 هي 25، ولتحت دونك 28 هنا، وهنا 28 ناقص 3 هي 25، دونك هي 1. دونك هاد العدد هذا إلا درنا ليه الطونجونت بيعطيني 1. دونك شنو هي الزاوية، اللي كاينة في المجال؟ دونك هذا خص يكون في المجال موان بي على جوج، بي على جوج. هنا شنو هي الزاوية اللي كاينة في هذا المجال هذا واللي الطونجون ديالها واحد هي بي على أربعة؟ إذا الجواب الصحيح هو الجواب سي. ندوزو للسؤال الموالي، سؤال كي أربعة، احسب النهاية التالية. أنا ليميت كون إيتون فيغ بلوس لانفيني، هادو النهايات ديال المتتاليات. إلا باقي عقلتو الدرس ديال المتتاليات، يعني في البداية ديالو كنت قريت مصاديق التقارب، يعني أنواع النهايات وكيف التعامل، كيفية التعامل معها. هاد النهاية هادي ميمكنش نخدمو بها خدمة مباشرة. علاش؟ لأن عندنا واحد لو تيرم هنا، واحد الحد اللي هو ناقص واحد أس إن. هاد العدد هذا كيبدل، إذا كيتغير على حسب الزوجية ديال إن. إن بطبيعة الحال عدد صحيح طبيعي هنايا يؤول إلى ما زائد ما لا نهاية. إذا شنو الطريقة اللي غنديرو هنا؟ طريقة ديال مصاديق التقارب اللي هي طريقة التأطير. إذا نهاية أو نهاية الترتيب. فوالا إذا كنعرفوا بأن موانز أن أوس إن مهما يكون إن ينتمي إلى إن، هاد موانز أن أوس إن غيكون سوا غيكون موانز أن سوا غيكون أن، دونك نقدروا نقولوا بأنه غيكون محصور بين موانز أن أو أن. داكور فوالا، إي لا ميم شوز بوغ لوتر. ألوغ هنايا هنا واحد المسألة، دونك نقدروا نبينوا يعني بكل بساطة أن إن ناقص واحد أوس إن غيكون محصور ما بين دونك ان موانز ان، او لا ان عفوا ان وي ان موانز ان او ان بلس ان تو سامبلومون. نعم، او ان زائد موانز ان اس ان غيكون محصور حتى هو بين ان موانز ان و ان بلس ان لا ميم شوز. فوالا الى درنا المقلوب ديال هذا، المقلوب ديال هذا غيكون محصور بين، دونك غادي تقلب الترتيب، دونك غادي يكون محصور بين ان زائد واحد، واحد على ان زائد واحد، وهنا واحد على ان ناقص واحد. طبيعي الحال غادي نسوبوزيو بان ان سوفيزامون بلو غون كو ان، يعني نقدر ناخدو كاع حنا ان اتوال باش ما نوقعوش في مشاكل. داكوغ، اذا باش ما نوقعش في مشاكل في اشكال هنايا، لان ان يؤول الى زائد ما لا نهايه، دونك نقدروا نخدمو يعني ناخذ ابتداء من اي حد او لا ابتداء من اي غون، يعني نقدر ان زيرو. انا غناخذ مثلا واحد فقط باش ما يوقع لناش مشاكل. الى شدينا هاد واحد وضربناها في جوج غادي نحصلوا على واحد التأطير اللي هو ان ناقص ان هذا على ان زائد فوالا، يكون محصور بين ان موانز ان على ان بلس ان، و ان بلس ان على ان موانز ان. فوالا دونك هاد العدد هذا حصرناه بين هاد العدد الحدين هاد التعبيرين. فوالا هذا بكل بساطة ممكن نحسبوا ليميت ديالو كون ان تون فيغ بلس لانفيني، غنلقاو ليميت ديالو هي واحد، راه ساهل. وهذا ليميت واحد نقدروا نقسموه على ان الفوق والتحت، البسط والمقام، ونلقاو بان ليميت واحد. وبالتالي اذا هذا الشيء صحيح لكل ان ينتمي قلنا لان نجمه مثلا. نعم، وبالتالي النهايه ديال هذا العدد غيكون هي، غتكون هي واحد.
والمرة السؤال الموالي. السؤال كيو 15 حتى هو فيه نهاية، سوب نهاية ديال اكس يؤول الى زائد من النهاية ديال هذا العدد هذا. الوغ الى درنا اكس يؤول الى زائد من النهاية غادي نلاحظوا بان غيكون عندنا واحد الشكل غير محدد هنايا. الوغ عندنا اكس يؤول الى زائد من النهاية، بالتالي باش نحيدوا هذا الشكل المحدد غادي نحاولوا غادي نقسموا على اكس. دونك عندنا ليميت كون اكس تون فير بلوس انفيني، غنقسم على اكس الوسط المقام. دونك بيبقى لي الفوق اكسبونونسيال ناقص اكس زائد اكس، انا اختزلت هنا باكس كاري مع اكس، وهنا اختزلت باكس لتحت. الى قسمت على اكس غادي تبقى لي واحد، وهنا الين اكس سور اكس. فوالا تو سامبلومون. الوغ هذا التعبير هذا هذا غيمشي لزيرو، فوالا هذا غادي يمشي بلوس انفيني، وهذا غادي يمشي لزيرو. علاش غيمشي لزيرو؟ لان الى مشى اكس لبلوس لانفيني موان اكس غيمشي لموان انفيني، وبالتالي هذا غادي يمشي لصفر. دونك هذا غيكون شكل محدد اللي هو غتبقى لي بلوس انفيني الفوق، وهنا تحت واحد. اذا النهاية هي زائد من النهاية، والجواب الصحيح هو بلوس لانفيني. ونمر السؤال الموالي. السؤال الموالي اللي احسب النهاية التالية عندما يؤول اكس الى ناقص واحد، عندنا حدودية على حدودية. دونك هذه دالة جذرية كتسمى ولا فونكسيون راسيونيل. اذا بالنسبه لهذا النوع هذا شنو غادي نديرو؟ دي اول حاجه التعويض. دونك الى عوضنا الفوق والتحت غنلقاو زيرو. ممكن تعوضو مباشره. دونك ملي غنعوض زيرو عندنا جوج ديال الطرق. الطريقه الطويله هي طريقه ديال التعميل. غادي نعملو الفوق والتحت باكس ناقص واحد. الفوق نعمل باكس ناقص واحد، والتحت باكس ناقص واحد، عفوا اكس زائد واحد، والتحت باكس زائد واحد، لان عندي هنايا اكس يؤول الى موان زان. علاش؟ لان ناقص واحد جذر للحدوديه الفوق والحدوديه اللي لتحت. ولكن بالنسبه للتعميل نقدروا نستعملوا القسمه الاوكليديه، ولكن غادي تاخذ لنا وقت. كاينه واحد العلاقه اللي هي تتسمى لا ريغل دو لوبيتال، ممكن تقلبوا عليها في ويكيبيديا. راه ذكرتها بزاف في لي فيديو السابقين اللي بالنسبه لي متبع معايا. دونك دو لوبيتال، لا ريغل دو لوبيتال اش كتقول لي؟ كتقول لي الا كانت عندي واحد ليميت كون اكس تون فير اكس زيرو ديال واحد لا فونكسيون اف دو اكس سور جي دو اكس، فوالا، وكانت الا كانت عندنا اف دو اكس زيرو كتساوي جي دو اكس زيرو، الا عوضنا كتساوي زيرو، و اف ديريفابل ديريفابل اون اكس زيرو اف جي بيان سور. الوغ هاد ليميت اش غتساوي؟ غتساوي ليميت كون اكس تون فيغ زيرو ديال اف بريم دو اكس زيرو سور جي دو اكس سور جي بريم دو اكس. فوالا هنا ديريفابل او فوازيناج، في الحقيقة راه ماشي اون اكس زيرو مي او فوازيناج دو اكس زيرو، يعني تكون قابلة للشقاق اف و جي بجوار اكس زيرو. وممكن نعاود نكرر نفس البرانسيب، يعني ممكن نكمل تايلا لقيت اف دو اكس زيرو عوضت ولقيت اف بريم دو اكس زيرو اف جي بريم دو اكس زيرو جوجهم كيساوي زيرو، نقدر نكمل، ولكن بشرط ان تكون الدالة قابلة للشقاق عاوتاني مرة اخرى. فوالا دونك هادشي اللي غادي ندير هنا. الدالة الحدودية راه كنعرفها قابلة للشقاق، ما عنديش اشكال. دونك الليميت غادي نحاول، دونك غادي ندير المشتقات الفوق على المشتقات ديال التحت، ونشوف ونعوض ونعوض نشوف واش غادي تعطيني. دونك لا ريغل دو لوبيتال ممكن تقلبوا عليها، راه كاين في ويكيبيديا. باردون دي نحيدها هنايا فقط اختصارا للوقت. الوغ ليميت الفوق دونك غادي تكون هي ليميت كو اكس تون فيغ موان زان، دونك 3 اكس كاري بلوس 2 اكس موان زان، والمشتقات لتحت هي 3 اكس كاري ناقص 3. الى عوضت موان زان غنلقى عاوتاني زيرو الفوق وزيرو لتحت. فوالا دونك غادي نكمل عاوتاني ندير مشتقة اخرى. فوالا دونك بتعطيني 6 اكس بلس 2، والتحت هي 6 اكس، تعطيني 6 اكس. دابا الى عوضت بموان زا، الى عوضت بموان زا ما غاديش نلقى مشكل. دونك موان زا هي ناقص 6 زائد 2 هي ناقص 4، وهنا ناقص 6. والى اختزلت دونك اختزل بهذا الناقص و2 بتعطيني 2 على 3. دونك لا ليميت غتكون هي 2 على 3، وهي الجواب الصحيح. وهادشي ممكن تفيريفيو، ولكن غادي تاخذ لكم الوقت. لاحظتوا بان السرعه باش جاوبت على هذا السؤال باستعمال هاد لا ريغل دو لوبيتال، وهي سي اون ريغل لي مهمه بزاف، وراه ممكن تابليكا حتى الا كان اكس غادي لانفيني والفوق مثلا ليميت ديال الفوق والليميت لتحت. عندي لانفيني على لانفيني، شكل محدد لانفيني على لانفيني، ماشي حتى زيرو على زيرو. اذا راه ويكيبيديا لا باج ديالها ديرو ريغل دو لوبيتال، وغادي يخرج لكم لي كونديسيون ممكن تابليكيو فيها هاد لا ريغل. ندوزو السؤال الموالي.
الوغ بالنسبه لهذا السؤال هذا الصراحه ما كيحتاجش كاع وقت كثير. الداله القيمه المطلقه، داله القيمه المطلقه نعتبر الداله اف بريم لا ديريفي دوغ ان، يعني المشتقه ديالها بكل بساطه المشتقه ديالها. الوغ اف ني با ديريفابل اون زيرو، اف بريم دو زيرو. الداله القيمه المطلقه راه معروفه، هي كتعطى كمثال على داله كي كونتينيو، هي متصله كونتينيو مي نون ديريفابل. اذا حتى هاد اف بريم راه ما كايناش اللي كاتبين هنا، سي اون كيستيون بياج هادي مي نون ديريفابل. هذا راه مثال مشهور اون زيرو بيان سور. الكونتينيو التمثيل الهندسي ديالها هو هذا، تيكون واحد نصف مستقيم مع نصف مستقيم، هنايا تيكونوا ملاقين في اصل المعلم. لاحظوا معايا علاش، لان المشتقه على اليمين ديال الزيرو الى درنا التعريف غادي تعطيني واحد، والمشتقه على التعريف على اليسار دونك موان اكس على اكس بيعطيني موان زان، وهادو ما تيتساواوش دونك ماشي قابل للاشتقاق. دونك هادشي غلط غلط غلط، والجواب الصحيح هو جواب ا، اف ني با ديريفابل غير قابل للاشتقاق. ممكن تاويل هادشي نقولوا بانها هادي تتسمى النقطه ميزوات، علاش؟ لان تقبل نصفي ممسين على اليمين وعلى اليسار، ما عندهمش نفس المعامل الموجه. فوالا ندوزو السؤال الموالي. الموالي سؤال كويت هو حسب التكامل. اذا بدينا في التكاملات، زيرو بي على جوج كوسينوس بي اس 7 دي اكس، بحال هاد النوع ديال التكاملات اللي فيهم كوسينوس اس 7. اذا الطريقه راه معروفه، الطريقه اللي الرياضيه هي الاخطاط، اخطاط ولا تتسمى بالفرنسيه لا لينياريزاسيون. لينياريزاسيون شنو هي لا لينياريزاسيون؟ لا لينياريزاسيون هي انك تشد هاد العدد كوس اس شي اس ان ولا سينوس اس ان دو اكس ولا لو برودوي ديالهم كوس اس ان فوا سينوس مثلا اس ام دو اكس. فوالا اذا تكتبوا على سو فورم دو دونك ديال مجموع خطاني، مجموع خطاني ديال دونك دي كومبينيزون لينيير ديال لي كوسينوس دو الفا اكس ولا دو وي. فوالا دونك يعني نحيد نحاول او اي دي سينوس بيان سور، سينوس دو الفا اكس بيتا اكس ولا شي سكول ولا سيتادير نحاول نكتبهم سو فورم ديال المجموعات ديال ا سو فورم ديال ا كوسينوس و بي سينوس بيتا اكس. يعني نحاول نحيد هاد الاس، ما يبقاش عندي الاس في الكوس وما يبقاش عندي في سينوس. فوالا ديال لا لينياريزاسيون، ولكن الطريقه طويله بزاف، اذا كتطلب الالمام بلي يعني لو بينوم دو نيوتن ودير صيغه اولير وفيها الطواله ديال الخدمه راه كتعرفوها. دونك الكوسينوس نذكر بها، الكوسينوس دو اكس 7، الكوسينوس هو صيغه اولير هي اكسبونسيال اي اكس بلس الاكسبونسيال موان اي اكس سور 2 الكل اس 7. دونك من بعد نخرج هاد واحد على جوج اس 7 ونخلي هاد اللي فوق بتعطيني مطابقة هامة اس من الرتبة 7 من الدرجة 7 عفوا. فوالا دونك هاديك سي كا من زيرو حتى ال ان ديال 7، سي كا من 7 اكسبونونسيال اي سب كا اكس باردون فوا ليكسبونونسيال موان اي فوا 7 موان كا اكس. فوالا ونشر هادشي ونحاول نجمعه التاني بصيغة اولير من جديد، ولكن هادشي طويل بزاف. الملاحظ اللي غنلاحظ هنا هو ان الا درت الاخطاط ديال كوسينوس 7 غتعطيني القيم ديال هاد او بي، راه هادو اعداد ثابته، هادو راه اعداد في ار ما مرتبطينش في اكس، يعني غادي يعطيني مجموع بدلالات كوسينوس الفا اكس وبيتا اكس. فوالا اذا الا درت التعويض، تعويض من بعد باش نحسب او لا درت الداله الاصليه طبيعه الحل وعوضت بي على جوج وزيرو، هاد التكامل هذا ما غيعطينيش قيمه اللي متغيره، غادي يعطيني اللي عفوا غيعطيني قيمه اللي معروفه اللي معلومه. اش كنقصد بقيمه معلومه؟ يعني ما غيعطينيش قيمه اللي فيها بي مثلا ولا اللي فيها جذر الجذور مثلا، ولا غادي يعطيني قيم اللي معروفه اللي مضبوطين، متفقين؟ وبالتالي هنايا كاع القيم اللي هنا اللي ما مضبوطاش او اللي ما ممكنش نلقاها بحال اللي مرتبطه ببي غادي نلغيها. بحال مثلا الجواب ا هذا، الجواب واحد على بي ما يمكنش يكون، وهذا الجواب كذلك ما يمكنش يكون. علاش؟ لان هادو فيهم جوجهم فيهم بي،
والنتيجة النهائية ديال التكامل غتكون عدد جذري، ولا فوالا غتكون عدد جذري ما فيهش بي، فوالا، لأن ملي غتعوض الكوسو سينوس ببي على جوج وزيرو غادي تغبر ديك بي، ما غاديش تبان. دونك بقى عندي جوج الاحتمالات، يا إما زيرو يا إما 16 على 35. الوغ حنا في الكوسينوس واحد المسألة تنعرفوا بأن الكوسينوس في الوغ ملي كتخدم انت في زيرو في بي على جوج، الكوسينوس كي تيكون الكوسينوس تيكون موجب، فوالا. دونك الكوسوس 7 غيكون موجب في هذا المجال، وبالتالي يعني من زيرو ديال بي على جوج الكوسينوس دونك فوالا غادي يكون دونك من واحد، غيفاري من واحد حتى لزيرو، فوالا. دونك هنا ملي غادي يفاري داك غادي يبقى دائما فوق محور وبالتالي التكامل، هاد التكامل ديال هاد الدالة هادي ما عرفتش انا كيفاش غيكون طبيعة الحل، لان ما انايا تنقدر التكامل ما يمكنش يكون منعدم، ضروري غتكون واحد التكامل غيكون هو عبارة عن واحد المساحة اللي محصورة بين هاد الحيز هذا، عفوا المساحة الحيز اللي محصور بين هاد المنحنى وبين محور الأفاصيل وبين اكس، المحور اكس يساوي زيرو، محور اكس يساوي بي على جوج، فوالا. الحالة الوحيدة اللي ممكن يكون التكامل زيرو يعني المساحة زيرو، هي تكون الدالة كوسينوس اكس 7 تكون منعدمة على هذا المجال، وهذا الشيء ماشي صحيح، وبالتالي هذه القيمة صفر ما يمكنش تكون تائهة. إذا القيمة اللي بقت لي وهي القيمة 16 على 35 هي القيمة الصحيحة، وهذه هي أسرع طريقة ممكنة. بغيتوا تحسبوا بالإخطاط، تبارك الله راه عندكم ساعة ونص تما بقيتي. ندوزو السؤال الموالي، دوز السؤال موالي، السؤال موالي هو حسابات التكامل هذا، التكامل اكس اس اكس ناقص اكس اس 3 الكل اس 1 على 3 اكس اس 4 على اكس اس 4. دونك شنو غادي نحاول ندير؟ غادي نعملو باكس اس 3 لهنايا، دونك غادي يكون التكامل من 1 على 3 1 الى عملت لداخل باكس اس 3 شنو غادي يبقى لينا؟ يبقى لينا 1 على اكس كاري فوالا موان زان، هادشي كامل أس واحد على تلاتة فوالا. إلا خرج دونك هاد إكس أس تلاتة، إلا فككت غادي تبقى لنا إكس فوالا بحال هاكا، واحد أس واحد على تلاتة غادي تبقى. ألوغ كاين اللي غادي تلف، غادي نخلعها ونديرها في مرحلة موالية ماشي مشكل، فوالا ساوي نرجع لهنايا هاد اكس اس 3 دونك غنفكك هاد الجداء هذا، دونك غتبقى لنا اكس مع اكس اس 4 لتحت، غتبقى لنا 1 على اكس اس 3 ف 1 على اكس كاري موان زان اس 1 على 3 دي اكس. الوغ هنايا غادي نحاول نكتب هاد الدالة هادي سو سيت فورم ديال او بريم فوا او اس ار، هادشي اللي خصني نحاول ندير. الوغ هاد الدالة ديال الوسط شنو هي المشتقة ديالتها؟ المشتقة ديالت واحد على اكس او كاري موان زان، بيان سور غادي تمشي هاد موان زان حتى بيتا، وهادي المشتقة ديالها هي ناقص جوج على اكس اس تلاتة. نعم، دونك غادي خصني هنايا واحد ناقص جوج، فوالا. اذا شنو غادي ندير في هاديك ناقص جوج؟ غادي نضربها ونقسم عليها باش نبينها. دونك ناقص جوج، دونك ناقص واحد على جوج تساوي تكامل واحد على تلاتة واحد، وهنا غادي نضرب في ناقص جوج على اكس اس تلاتة واحد على اكس كاري موان زان اس واحد على تلاتة دي اكس، صافي كملت. فوالا شنو هي الدالة الأصلية ديال هادي؟ هي هادي او بريم وهادي او اس واحد على تلاتة ولا او اس ار. شنو هي الدالة الأصلية؟ راه كنعرفوها، واحد على ار بلوز ان فوا U أوس R بلوس 1 تو سامبلومون، حيت R ينتمي إلى Q، فوالا. وبالتالي دونك تقلنا هنا ناقص واحد على جوج. ألوغ شنو هي R هنا؟ هي واحد على تلاتة، واحد على تلاتة إلا زدناها لواحد هي ربعة على تلاتة، دونك هي ربعة على تلاتة هي تلاتة، ربعة على تلاتة هي تلاتة على ربعة، دونك تلاتة على ربعة فواحد اكس كاري موان زان موان زان اس ربعة على تلاتة. هادي هي الدالة الأصلية ديال العجب، الآن فرقت الصور بين واحد وواحد على تلاتة، أخرجت تلاتة على ربعة لهنايا تبقى لي ناقص تلاتة على تمنية،
فوالا نحسب الصور. دونك هادي خرجت هنا 3 على 4. الصورة إلا درنا 1 بتبقى 0 وناقص. دونك إلا درنا هنا 1 على 3 بتولي 1 على 9، ومع المقلوبة تكون 9 ناقص 1 هي 8، إذا ناقص 8 أس 4 على 3. فوالا ناقص مع ناقص بيمشي، تبقى 3 على 8. هنا 8 جدر من رتبة 3 هي 2 جوج أس 4، 2 جوج أس 4 هي 4 في 4 هي 16. دونك هي 16 بالاختزلامات 8 وتبقى 2، و 2 في 3 هي 6. فينالمون دونك الجواب الصحيح هو جواب 6. وندوزو السؤال الموالي، موالي كيو 10. حسب التكامل التالي، عندنا التكامل اكس اكسبونونسيال اكس على اكس زائد واحد او كاري. الوغ هنايا غادي نخدمو بمكامل الاجزاء. واحد المسألة اللي بتنوضحها بزاف، سورتو التلام ديال العلوم التجريبية اللي مولفين كيخدمو بزاف بطريقة ديال ال بي او اس. هذه الطريقة اللي كيعطيوها لهم الأساتذة بزاف وكتسهل المأمورية وهذا إلى آخره. وفي الحقيقة بحال هاد لي ميثود هي تيكونوا يعني فعالين في بعض الحالات سهلة، ولكن ماشي ديما. لو برينسيپ الأساسي ديال مكامل الأجزاء هو كتكون عندك جوج دوال، جداء ديال جوج دوال عفوا، دالة كتكون يعني سهل انك تحسب الدالة الأصلية ديالتها، ودالة أخرى ملي كتشتقها كتسهل يعني كتبسط التكامل. هذا هو البرينسيب ديال مكامل الأجزاء. دونك هنا غادي نحاول ندير واحد التقسيمة، يعني جداء ديال الدالتين اللي غيكون يعني على بورتي باش يعاوننا في الحساب هنا. وبالتالي ما غنخدموش بهذه الطريقة هذه البيوس، هنا غادي نخدمو يعني بالمبدأ الأساسي ديال مكامل الأجزاء. الوغ التقسيم كاين بزاف، ممكن نقسم اكس على هاد الاعداد فوا ليكسبونونسيال نعزلو بوحدو، ولا نخلي. الوغ الاختيار اللي غادي نختارو هو كالتالي. دونك غادي نوضعو، نضع اون بوز. دونك او دو اكس غادي ناخدو هي هاديك اكس اكسبونونسيال اكس، وغادي ناخدو في بريم هي داك 1 على اكس زايد 1 او كاري. اذا كتلاحظوا بان الجداء ديال هاد الحدين، هاد لي دو تيرم، راه كيعطينا الداله ديال تي. فوالا سوسي دونك امبليك. الوغ شنو هي او بريم؟ او بريم مشتقه ديال او بريم، دونك كتعطيني اكسبونونسيال اكس بلس اكس اكسبونونسيال اكس، يعني هنا جداء. دونك نقدر نعمل باكسبونونسيال هنايا، بتعطيني هي هادي. بالنسبة لفي دالة أصلية، كنعرف بأن دالة أصلية ديال 1 على U² ألوغ هاد إكس بلوس أن هنايا المشتقة ديالها هي 1، دالة أصلية ديالها هي ناقص 1 على U. فوالا دونك سي موانز أن سور إكس بلوس أن تو سامبلومون. فوالا إذا استعمل مكمل الأجزاء، التكامل ديالي هذاك اللي عندك هذا ماغاديش نعاود نكتبو، يساوي تك دونك لي كروشي ديال جي اي فوا في. دونك اكس فوا اكسبونونسيال دونك موان اكس اكسبونونسيال اكس على اكس زائد واحد، يعني هذا في هذا فرق الصور بين زيرو واحد، موان تكامل من زيرو واحد. حنا كانت عندنا او في بريم، غتولي عندنا او بريم فوا في. لاحظوا معايا، الا ضربت هذا في هذا، الا ضربت هاد الجوج هادو، غتختزل اكس زايد واحد اكس زايد واحد، بتبقى ليا هي ناقص اكسبونونسيال، مع هاد ناقص بتولي زائد، دونك زائد اكسبونونسيال دي اكس. فوالا الدالة الأصلية ديال الاكسبونونسيال راهي نفسها، دونك نقدرو نحسبو هنايا. دونك فرق الصور هنايا غادي نعوضو بواحد، موان زان دونك موان او سور دو، ولا درنا زيرو بطبيعة الحال غتعطينا زيرو، زائد او موان زان. فوالا اكسبونونسيال ديال واحد هي واحد، يا او ناقص اكسبونونسيال ديال زيرو هي واحد. فوالا او موان او دو هي او سور دو موان زان، او سور دو موان زان. دونك الجواب الصحيح هو الجواب رقم ا، او لا حرف ا عفوا. وندوزو السؤال الموالي. السؤال الموالي دونك سؤال هذا اكزارسيس ديال الهندسة الفضائية، اكزارسيس ان، لان سالينا لابارتي جو بونس لابارتي اناليز، هذيك لي داز ديال التحليل، فيها لي ليميت وفيها الحساب والحساب العددي وفيها الدوال وفيها اذا الاشتقاق والنهايات اكسيتيرا. دابا دزنا للهندسه الفضائيه، اكزرسيس ان، وي نيد لاسباس دان روبير اوتونومي
Oui, JK, une représentation paramétrique de la droite passant par le point. Identifie le paramètre les moustaquim le mar A ou l'amoudi et orthogonal au plan d'équation 2x moins A est égal. Et donc, on a le paramètre de moustaquim. Voilà. En français, donc vecteur directeur. Directeur. On a moutéja. Alors, on a un moutéja. Donc, on إذن أي متجه منضمي على هذا المستوى غادي تكون موجهة للمستقيم دونك سوا هكا سوا هكا يا با بروبليم ملحق ما عرفتوش الوغ هنا غنجيب متجه منضمي منين غنجيبها نجيبها من المعادلة الديكارتية ديال المستوى إذن غادي ناخد هاد لي تخوا كويفيسيون الأولانيين فوالا إذن هادي المتجهة دونك غادي تكون هي جوج موان تخوا كاتخ فوالا اذا مباشره نقدر نحط التمثيل البارامتري اذا غادي تكون نحط الاحداثيات ديال النقطه وكنزيد دونك تي فوا الاحداثيات ديال المتجه جاي زوج تي ناقص 3 تي زائد 4 تي بيان سور افيك تي ابارتونو ار رانا سيناهم هنا راه خصهم يزيدوهم نورمالمون دونك فينا هو الجواب غيكون هو الجواب دي فوالا جوج ناقص ربعة اكسيتيرا الوغ ندور عينيا في الاخرين نشوف ما ربنا يكون شي تمثيل اخر بارامتري هنايا جوج ناقص واحد واحد لا ماشي متجه موجهة جوج ناقص جوج ربعة لا ناقص جوج ناقص واحد لا دونك الجواب الصحيح هو الجواب رقم دي وندوز السؤال الموالي اذا هنا واحد النقطة ا هنايا ا ناقص واحد ثلاثة واحد وعندنا واحد المستقيم دي اللي عندنا تمثيل بارامتري ديالو تمثيل بارامتري ديالو ممكن نجبدو منه بزاف ديال المعلومات ممكن نجبدو منه متجه موجه ديال دي وايضا النقطة اذا حنا كنبحثو على هاد النقطة اش اللي هي مسقط العمودي ديال دي دونك اول حاجة كنلاحظو بان دونك عندنا المتجه اش غادي نوضعو اش الاحداثيات ديالها غادي نسميهم دونك اكس اش يكريك اش زد اش فوالا دونك كنلاحظو بأن دونك عندنا المتجه أ أش منضمية على هاد المستقيم دي مستقيم دي اللي موجه بجوج ناقص جوج تلاتة هاهي في التمثيل البارامتري وبالتالي أ أش إذا درنا سلمي هاديك المتجهة متجهة موجهة سميها مثلا U جوج ناقص جوج تلاتة غادي نلقاو زيرو Donc ceci équivalent à dire donc xh naqis zaid 1 on a yh naqis 3 on a zh naqis 1 sulami dik juj naqis juj 3 نلقاو هي 0 donc tout à fait juj xh زائد juj يكار في الجداء السلمي الأفصف الأفصف زي الأرتف الأرتف زي الأنسف الأنسف Voilà. Naqis juj yh zaid 6 zaid 3 zed h naqis 3 tساوي 0. Voilà, ceci qui va nous dire 2xh moins 2yh plus 3zh. Na juj zaid 6 6 8 8 naqis 3 5 plus 5 est égal à 0. إذا الإحداثيات ديال هاد النقطة اش يحققوا هاد العلاقة هادي فوالا هذه من جهة من جهة أخرى كنعرفوا بأن اش تنتمي للدي إذا فهي تحقق تمثيل بارامتري ديالو يعني كاين واحد دي اش تي اللي مرتبط بهاد النقطة اش دونك شنو غادي نديرو غادي ناخدو يكفي ناخدو دابا هاد اكس و ايكغيك و زد ونعوضهم في هاد العلاقة باش نلقاو داك تي اللي مرتبط باش دونك إلا عوضنا بالتمثيل البارامتري غنلقاو جوج عامل ناقص واحد زائد جوج تي ناقص جوج عامل جوج ناقص جوج تي في الحقيقة نرى تي اش نسميه تي اش زائد عفوا
زائد 3 3 زائد 3 تي اتش بلس 5 ايجال 0. الوغ جوج جوج 4 4 زائد 4 8. الوغ 8 زائد 17 17 تي. انا ناقص جوج ناقص جوج ناقص 4 ناقص 6 ناقص 6 زائد 9 هي 3 3 زائد 5 هي 8. دونك تي بتكون هي موان 8 سور 17 تي اتش عفوا. فوالا دونك هذا هو لو تي اللي مرتبط بهذيك النقطة اتش. دونك غادي باش نلقاو الإحداثيات يكفي دابا نجيو نعوضو. دونك نعوضو هي في الأولى باش يبان لينا ناقص واحد زائد دونك زائد جوج فوا تي هي ناقص 16 على 17. إلا وحدنا المقامات تبقى ناقص 17 ناقص 16 سبعة زائد ستة هي ثلاثة هي ناقص 33 على 17. هادي إكس هادي إكس اتش. دونك كنشوف هنايا كنلاحظ بان الجواب ا هو اللي فيه هاد ناقص 33 على 17 في الاول، وبالتالي ممكن تفيريفيو الاخرين عوضوا بهاد ناقص 8 على 17 في اي كريغ وزيد وتاكدوا بان فعلا هما هاد جوج. فوالا اذا الجواب صحيح هو الجواب ا. ونكملوا مع السؤال موالي. اكسيوم دو لا دروات ديريجي بار او دونك هنايا بعدا معنا في الفضاء متعامد منظم كل شيء. دونك هنايا اي جي او كا اكسيتيرا. L'intersection de la droite dirigée par U est passant par le point A. إذا هاد la droite هادي la droite نسميها مثلا D. هاد la droite D تمشي بارامتري ديالها غيكون على الشكل التالي. غادي نحط هنا الاحداثيات ديال النقطة A. وهنا غادي نزيد دونك الاحداثيات ديال المتجه الموجه مضروب في تي. دونك بلس 3 تي بلس 2 تي بلس تي افيك تي ابارتونون ا ار. فوالا حنا بغينا التقاطع ديال هذا المستقيم هذا مع المستوى اللي هو اكس او ايكغيك. اكس او ايكغيك هو المستوى اللي لتحت هذا هو هذا. والمعادله الديكارتيه ديال هذا المستوى راه معروفه اللي هي زد ايكال زيرو. بحال هذا المستوى الاخر اي كا محصور بين اي كا هو اي غريغ ايكال زيرو. كذلك الاخر اكس ايكال زيرو وهذا زد ايكال زيرو. فوالا دونك حنايا غادي نحلو نظمة اللي غادي نحطو فيها التمثيل بارامتري مع زد ايكال زيرو تو سامبلومون. الوغ الا كان زد ايكال زيرو كنلاحظو بان تي غيكون هو ناقص 3. Donc ceci implique que x a يكون هو واحد ناقص 9 اللي هي ناقص 8 و y هي جوج ناقص 6 اللي هي ناقص 4 و z بيان سور هي 0. دونك نقطة التقاطع بين هذا المستقيم وبين مستوى زيد ايكال المعادلة ديال الديكارتية زيد ايكال 0 هي ناقص 8 ناقص 4 0 اللي هو الجواب سي. فوالا ندوزو السؤال الموالي. الوغ ليزاسيس 2 انا نصيحة مني حاولوا ديروا بوز ديروا بوز وقراو مزيان يعني البروبليم اش فيه. الانسان خصو يفهم مزيان البروبليم داكوغ. ومن بعد رجعوا ممكن ترجعوا للفيديو وتكملوا معايا. الوغ لو ديبي الوغ في لو ديبي لو سيرفور كي تيري دونك اون بول بارمي دو او هازار. دونك كتخرج وحده من السميات. دونك سوا غادي يختار طه سوا غادي يختار جواد. دونك جو في لي دونك سامبوليزي باغ ندير تي و ندير جي داكوغ. دونك سوا غيختار طه سوا غيختار جواد. فوالا الا اختار طه طه عنده دو بوسيبيليتي غادي يدير يدي في جيبو و غادي تيري. الوغ الا خدا 100 درهم الوغ صافي وقف. Sinon, il a khdakhmsin. Il a khdakhmsin. On va refaire la même procédure, mais une seule fois. Donc, il y a un iradi aoud, serveur et aoud, yakhoud, itiré. Donc, aoud tani hne, soit radi khtar, ya imma taha, ya imma jawet. D'accord? Alors, pour taha, il qadar yakhoud khamsin, il qadar yakhoud mia. Ou jawet, il qadar yakhoud, il a khtaro, il qadar taha yakhoud khamsin, ou la yakhoud mia. Tout simplement. Alors la même procédure pour l'autre. Donc il a retardé Jawad. Jawad a deux choix.
ولا دو بوسيبيليتي باردون، سواء يقدر يهز 50 درهم او 100 درهم. الى اختار 100 درهم غادي يحبس، الى اختار 50 عاود تاني لا ميم بروسيدور، غادي نعاود لو سيرفور ريتيري وازار، غادي يختار يا اما عاود تاني يا اما طه يا اما جواد. الوغ لي دو، طه يقدر ياخد 50 ولا 100 من جيبو، وجواد يقدر ياخد 50 ولا 100 من جيبو. فوالا، كنظن راه الامور واضحه، ممكن يعني تفسروا الامور، تعاودوا النص وتقراوه مزيان. الو هنا غادي نذكر فقط داكشي اللي كيملكو طه وجواد، لانه هو اللي غينفعني في الحساب الاحتمالات. الو بالنسبه لطه جواد، طه عنده سيدي عنده 3 بي دو 50، عنده 3 بي دو 50 وعنده ان سول بي دو 100. جواد عنده واحد ان بي ان بي. فوالا، الوغ غادي نجي لهنايا باش بالنسبه لي بروبابيليتي. الوغ لا بروبابيليتي باش يتيري اما طه اما جواد، عندنا اون بول باغمي دو، يعني او هازار. وغادي نفترضوا بان دوك لي دو بول ما يمكنش يعني يفرزهم، دونك هنايا عنده لا بروبابيليتي ديال 1 سور 2 باش يختار يا اما طه يا اما جواد. الوغ الى اختار طه، شنو هي لا بروبابيليتي باش طه يتيري ان بي دو 50؟ لا بروبابيليتي هي دونك ان بي دو 50 هي باينه، هي 3 سور توتال اللي هو 4، دونك 3 سور 4. 3 سور 4 شنو هي لا بروبابيليتي؟ هنايا هي 1 سور 4 بيان سور. الوغ الى خدا 50 عاود تاني لا ميم بروسيدور، دونك عنده 1 دومي 1 دومي لو سيرفور باش يختار يا اما طه يا اما جواد. الوغ الى اختار طه عاود تاني، نوبليون با راه بانه ديجا اختار 50، دونك الى اختار طه دونك راه حيدات وحده ديال 50، دونك بقات هي جوج. دونك هنايا لا بروبابيليتي هي جوج سور 3، وهنايا 1 سور 3 بيان سور. اور كو بالنسبه الى اختار جواد، شنو هي لا بروبابيليتي باش يختار هنا؟ دونك سي 1 سور 2 وهنايا 1 سور 2 باش يختار جواد ان بي بارمي 2، دونك سي 1 دومي. دوزو بالنسبه لجواد، الى اختار جواد شنو هي لا بروبابيليتي باش يختار ان بي دو 50؟ هي 1 دومي، وهنايا 1 دومي. فوالا، ولا اختار خمس مثلا ان بي دو 50 بيان سور، هنايا ان دومي ان دومي. علاش؟ لان هنا لي بول باش يختار طه ولا جواد عنده بروبابيليتي ان دومي 50 50%. الوغ الى عاوتاني اختار طه، طه شنو هي لا بروبابيليتي باش يختار 50؟ هي 3 سور 4 هنا، وهنا بيان سور 1 سور 4. غادي نعاود نقدها مزيان، 3 سور 4 فوالا. اور كو الى اختار جواد عاوتاني مرة أخرى، جواد راه ديجا اختار 50، دونك راه مشات 50، دونك شنو هي البروبابيليتي؟ هنايا زيرو، وهنايا باش يختار دونك ان بي دو 100 سي 100%، هي 1 سور 1. فوالا، دونك ممكن تعاودوا هاد الشجرة هادي، هادي كتلخص يعني بالنسبة لو سونس راه غادي كومسا من الفوق لتحت، لو سونس ديالها راه باين. دونك ممكن تفيريفيو نباتيتكم، شوفوا السؤال، نبداو بالاسئله. الو دو السؤال الاول، لا بروبابيليتي بور كو لو كو دو روبا دي دو زامي سوا دو 150 درهم. الوغ هنا غادي نحسبوا لي شومان اللي كاينين في لي شومان اللي كيعطيونا 150. الوغ لي شومان دونك باردون لو شومان، دونك غادي يكون هاد الشومان هذا اول واحد، دونك غنوصلو ل تي، دونك غنكملو 50، ومن 50 غادي نكملو باش نلقاو 100. لاحظوا معايا الى حسبنا من هنا تي، يعني طه جبد 50، ثم عاوتاني طه جبد 100، هي 150. وبيان عاودو من الاول، طه 50
ولكن ماشي الطاه اللي غيجي ب 100 ولكن جواد اللي غيجي ب 100. فوالا دونك هادو دو الشمال الاولين. لي دو شمال الاخرين اللي هو جواد، جواد غادي يجبد 50، ثم طه غادي يجبد 100. فوالا ثم او بيان جواد غادي يجبد 50 وعاد عاود عاود تاني غادي يجبد 100. فوالا دونك بروبابيليتي ديال هاد البروبابيليتي ديال هاد الحدث تو سامبلومون غادي نديرو الضرب ديال الاحتمالات. دونك غادي يكون ديال لي شومان، دونك ان دومي مضروبة في ثلاثة على أربعة مضروبة في واحد على جوج مضروبة في واحد على ثلاثة. هادي هذا الشومان الأول. أو بيان ان دومي في ثلاثة على أربعة، ثلاثة على أربعة في ان دومي، في ان دومي. هذا بالنسبة إلى اختارينا طه في الأول. أو بيان دابا جواد ان دومي ثم ان دومي ثم ان دومي ثم ان كار. لاحظوا معايا سوريا مع هذا الشومان هذا وغادي يخرجكم. أو بيان تو سامبلومون ان دومي فوا ان دومي فوا ان دومي فوا ان. فوالا غادي نحسبو دونك انا تلاتة تلاتة نختزلها، ربعة في جوج تمنية، تمنية في جوج تمنية في جوج ستاش، دونك واحد على ستاش زائد تمنية، تمنية في ربعة، تمنية في ربعة 32، زائد تلاتة على 32، تمنية في ربعة زائد واحد على 32، زائد واحد على تمنية، واحد المقامات. دونك هنا 32 وهنا جوج، وهنا 32 وهنا ربعة. إلا حسبنا الفوق ثلاثة أربعة خمسة ستة مع أربعة هي 10 على 32. إذا الاحتمال هو 10 على 32 هو الاحتمال الصحيح. فوالا ندوزو دابا سؤال آخر. La probabilité pour que les deux amis paient équitablement le repas. يعني شنو هو الاحتمال باش هاد لي دو زامي يخلصوا نفس الخلاص. الو طبيعة الحال، الحالة الوحيدة اللي غادي تكون هي أنهم جوجهم يخلصوا 50-50، لأن إلا خلص الأولاني 100 صافي غادي توقف. دونك بالنسبة لينا هنايا، شوف غادي نختار إن كولور. بالنسبة لهاد لو شومان الأول دونك طه هو الأول غادي يخلص 50، ولكن من بعد ماشي طالع، دونك ضروري خصنا نختارو جواد، وجواد يختار 50 تو سامبلومون. ولا نختارو في الأول جواد اللي يخلص لينا 50، ثم اختار طه اللي بدورو يخلص 50. فوالا كنظن هادو هما لي شومان لي بوسيبل باسكو باش يكونو بجوجهم يخلصو ايكيتابلومون لو روبا. الوغ غادي نحسب هنايا دونك طبيعة الكم العادة، كل شومان غادي نضرب دوك الاحتمالات اللي فيه. دونك واحد على جوج في ثلاثة على أربعة في واحد على جوج في واحد على جوج زائد الشومان الآخر فيه واحد على جوج في واحد على جوج في واحد على جوج في ثلاثة على أربعة. على 8 في 4 32، دونك 3 على 32 زائد 3 كنظن 3 على 32 اللي هي 6 على 32 هو الجواب الصحيح. دونك الجواب الصحيح هو الجواب أ. فوالا وندوزو السؤال La probabilité pour que l'un des deux amis mange gratuitement. Ah. L'un des deux amis mange gratuitement. يعني واحد فيهم ما غاديش يخلص. دونك بيان سور لي شومان الاولاني اللي باينين هما انهم مثلا طه من الاول يخلص 100، لان الا خلص 100 لو سيرفور كيسد لا كاس. جواد اوسي. دونك هذا الشومان الاول. فوالا. ولا من الاول مثلا اختارينا طه نبقاو نختارو طه. مثلا لو شومان مثلا اختار طه يختار 50 وعاود تاني نختارو طه، و تيبقى لينا مثلا في الاخر ما مهمش شحال هز. دونك هنايا بالنسبه لهاد لي بروبابيليتي هنايا اون فا با تونير كونت بالنسبه لهاد لو نيفو هذا. داكوغ. يعني مثلا اختارينا هاد الشومان، مثلا اختارينا طه وعاود طه اختار 50
واو تختار لو سيرفور طه، ما سوقناش اشنو غيجبد طه من جيبو. المهم راه عاوتاني اختار طه. لا ميم شوز بور جواد. جواد غادي يختار 50، وليسونسييل هو اننا نعاود نختارو جواد. دونك هاد لو نيفو فاز السؤال، هاد لو نيفو هذا اون فا با تونير كونت بهاد لو نيفو، ما عندوش اهميه. داكور الوغ غادي نرجعو نحسبو دونك لي شومان، شوفو لي بروبابيليتي ديالهم و فالي سومي. دونك ان دومي بالنسبة للشمال الأول، الاحتمال ديالو هو 1 على 2، 3 على 4 في 1 على 2. الشمال التاني 1 على 2 في 1 على 4. هنا راه لي شومان كناخدهم انا من اليسار لليمين. ثم الشمال ديال جواد بلوس ان دومي فوا ان دومي فوا ان دومي بلوس الشمال الاخراني هو ان دومي فوا ان دومي. الوغ شحال تعطينا انا؟ 3 على 16 زيد 1 على 8 زيد 1 على 8 زائد 1 على 4 لواحد المقامات 16. شحال تعطينا 11 اللي هي 22 على 32. إذا الجواب الصحيح هو 22 على 32. هنا غادي نعاود نكتب الأجوبة لأنني مسحتهم قبيلة. وندوزو مع السؤال أو التمرين الموالي. السؤال ليكزارسيس 3، ليكزارسيس 3 يعني الأعداد العقدية. On considère le nombre complexe suivant Z1 كيساوي Z2 كيساوي Z grand Z و Z1 Z2. La forme algébrique. La forme algébrique هي جزء أو الكتابة الجبرية. Donc grand Z هي Z1 sur Z2. شنو هي غون زد 1 سور زد 2؟ هي دونك هنا جدر جوج زائد اي جدر 6 على جوج زائد جوج اي. نحاول نكتبو هاد العدد على شكل كتابة جبرية. الوغ الى عملنا لتحت بجوج نقدرو نختزلو، دونك نقدرو نعملو ايضا فوق بجدر جوج. الى عملنا فوق بجدر جوج، دونك جدر جوج على جوج هي 1 على جدر جوج. فوالا بتبقى لنا الفوق 1 زائد اي جذر 3 على 1 زائد اي تو سامبلومون. دونك الى ضربنا في المرافق ديال 1 زائد اي، المرافق ديال 1 زائد 1 ناقص اي. دونك 1 ناقص اي في 1 زائد اي هي 1 وكاري هي 2، هي 1 على 2 جذر 2. فوالا هنا بتبقى لنا 1 زائد اي جذر 3 في 1 ناقص اي عفوا. هنا غادي نضربو بجذر جوج الفوق وجذر جوج تحت، تعطينا جذر جوج على 4 عامل. دونك 1 ناقص اي زائد اي جذر 3 ناقص اي زائد جذر 3. دونك جذر 3 زائد 1 هو الجزء أو لا بارتي ريال، لا بارتي ايماجينير. دونك هنا نقلب على الجواب، كيبان لنا الجواب الصحيح هو الجواب الأول. فوالا الإجابة الأولى. نشوفو دابا سامبل كالكول هادشي، ولكن هاد لي كالكول خص الواحد يكون شوية يكون ضابط الأمور ديالو وسريع شوية في الكالكول. غادي نمسح هنايا هاد الجواب باش يبقى لنا لاسباس. دونك لو موديول، ألوغ هنا المعيار واحد المسألة. دونك لو موديول دو زيت، نحاول غادي نحاول نكتب الكتابة الجبرية كاع ديال هاد العدد، الكتابة المثلثية عفوا. الوغ زد واحد، زد واحد جذر جوج زائد اي جذر 6. الوغ الى عملت بجذر جوج غتبقى ليا 1 زائد اي جذر 3. الوغ غادي نضرب هنا في جوج وغادي نقسم على عفوا نعم على جوج. فوالا دونك هدا غيكون الكتابة الجبرية ديالو جوج جذر جوج. وشنو هي الزاوية الكوسينوس ديالها؟ 1 على 2 جوج سينوس هو بي على 3. فوالا هذا بالنسبة لزيد واحد. زيد جوج بسرعة اللي هو جوج زايد جوج اي، جوج عامل 1 زايد اي، وهذا راه معروف كتابة دونك بيكون جذر جوج جذر جوج. والزاوية بي سور كاتر ممكن تفيريفيو بحال 1 زائد اي هي جذر جوج عامل جذر جوج زائد على جوج زائد جذر جوج على جوج اي، وهذا راه دونك هي جذر جوج
plus sur 4. Allez, donc, ça alors, grand Z, pardon, le grand Z, il est dans la Z1 et la Z2, donc, qui est là, il y a Wahed, donc, il y a le module de Z1 et le module N1, ou avec les arguments, il y a P à la tête, donc, SP à la 4, donc, Wahed, pi sur 12, voilà, on y joue Dqa, elle a ce L1 moins lié, voilà, l'argument, ou l'Omda, ou le module, ou le meilleur. Donc, il y a la forme algébrique Z2 2017, tout simplement, et il y a Wahed qui s'appelle Moutilati Zielou, Wahed 2017, on a 2017, on a pi sur 12, c'est ce qu'on a fait, ou Wahed. قال لي هذا خصني نحدد قياس رئيسي. قياس رئيسي راه ممكن ترجعوا لواحد الفيديو راه درتو في ممكن ترجعوا لواحد الفيديو راه درتو على حساب القياس الطرق طريقة سريعة باش أسرع طريقة باش نلقاو القياس الرئيسي. دونك غادي ندير 2017 مقسوم على 12 فيها واحد دونك تبقى 8 81 شحال فيها هنايا فيها 7 لا فيها 6 وي فيها 6 6 بجوج 12 72 تسعود الو بتهبط 97 دونك شحال فيها 8 8 بجوج هي 96 واحد دونك 168 فاصلة غادي نعاود 168 ضربها في 12 فوالا 6 في جوج 12 13 جوج 3 8 6 واحد 6 11 10 2016 دونك القياس الرئيسي غيكون هو 2017 بي على 12 ناقص 2016 بي على 12 هو بي على 12 دونك هنايا القياس الرئيسي هو بي سور 12 وهذا شكون هو هذا راه هو زيد كرون زيد نيت دونك الزيد 2017 هو الزيد اذا جواب كنلاحظوا بان الجواب الصحيح هو الجواب ا هو نفسه لان لاحظوا ما هي لا فورم الجبريك دو زيد لقيناها الفوق سؤال كي انستعنوا بالسؤال كي 17 فوالا نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو البسيط اللي عنده شي اسئله مرحبا به وما تنساوش تبارطاجيو مع خوتكم مع خواتاتكم ونتمنى لكم التوفيق والسداد ان شاء الله وبالنسبه للتلاميذ المستدركين نتمنى لهم التوفيق حتى هما وما يأسوش بالعكس راه عندكم فرصه انكم تاميليوريو لا نوت والسلام عليكم